بوش بالنسبه لهم. يعني مين بيعجبك من اللعيبه سواء في الزمالك او في دلوقتي يعني؟ في مصر دلوقتي حاليا في الزمالك ليهم مستقبل شايف؟ ايمن حيفني طبعا من اللعيبه الكويسه جدا، مصطفى فتحي من احسن لعيبه في مصر، محمد ابراهيم ان شاء الله برضه هيبقى كويس جدا، رمضان صبحي يعني. يمكن رمضان صبحي انا فاكر كنا هنا بنحلل السنه اللي فاتت الدوري في اوله، كان جريده ما بيلعبوش خالص، كنت دايما كل استوديو تحليل اقول للراجل ده الولد ده لازم يلعب، الولد ده هايل. فالحمد لله راجل يعني ادى بيأدي بشكل رائع. رمضان من اللعيبه الكويسه جدا جدا. عمرو بركات في المقاصه لعيب كويس جدا، في كذا نادي لعيبه كويسه قوي يعني، ميدو في المقاصه لعيب كويس. في الاهلي ما بقول حاجه، رمضان صبحي حجازي ماشي كويس، بشوف عبد الله السعيد السنه دي بيقدم موسم رائع. يعني دول يمكن ابرز اللعيبه اللي موجوده دلوقتي.